لنهار اليوم بفاتورة الاستيراد التي شهدت مؤخرا في الجزائر ارتفاعا على خلفية تراجع الإنتاج المحلي، حيث قدم الديوان الوطني للإحصائيات التابع للجمارك قدم إحصائيات تتعلق بحجم استيراد الأدوية. المزيد عن الموضوع في سياق تقرير أحمد رشدي. ارتفاع كبير شهدته فاتورة الاستيراد خلال الثلاثي الأول من سنة 2015. هذا الارتفاع عرف استثناء أن ترجمه انخفاض نسبة استيراد الأدوية ب 38% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث تراجعت من 515 مليون دولار إلى 317 مليون دولار. وفي هذا السياق أكدت إحصائية الجمارك على انخفاض كمية المواد الصيدلانية المستوردة بنسبة 5%، تراجع واردات الأدوية الموجهة للاستعمال البشري بنسبة 38% والمواد الشبه الصيدلانية بأكثر من 50%، انخفاض حجم الأدوية الموجهة للاستعمال البشري والمستوردة بنسبة 6.8% حيث بلغت 4607 طن. مثلت فاتورة واردات الأدوية الموجهة للاستعمال البشري نسبة 95% من الحجم الكلي لواردات المواد الصيدلانية. تراجعت فاتورة واردات المواد شبه الصيدلانية ب 51.12% بقيمة 8.24 مليون دولار. تحسن ملحوظ في مجال استيراد الأدوية بانخفاض الفاتورة، لكن فترة الأربع أشهر غير كافية للحكم على الموضوع، فقد تعود الارتفاع في الأشهر المتبقية من العام ما لم يتم رفع القدرات الإنتاجية وتطويرها.